الاهلي يهزم الداخليه 2-0 عن جداره واستحقاق، ويتاهل لملاقاه المصري في دور الثمانيه باذن الله كمان 3 ايام. كابتن شريف الف مبروك، فوز مستحق والاهلي يستحق طبعا. مبروك. مباراه صارت طبيعيه جدا زي ما الاهلي واللعيبه عايزين يعني. في حاجات كتير قوي النهارده ما تحسش بيها في الملعب، ولكن في ايجابيات انا وانا بتفرج عجبتني مثلا. بس انت قلقت شويه لحد ما الجول الثاني جه متاخر شويه. مش قلقت، المباراه مفتوحه وانا في مباراه الكؤوس بتشائم ساعات. فما وايه لازمته؟ كنت باجي انا محمد الشناوي ما شفناهوش اول هاف تايم يعني، لا مره. وفي الثاني ما ظهرش كتير بقى. لا بس انت لما بيحصل عليك كاونتر اتاك وزياده العدد، اي نعم الفرقه اللي قدامك مش قادره، ليهم ليميتيشن كده، ليهم حدود في الوصول بالهجمه او انهاء الهجمه. فمع اي فرقه تانية او اي حد عنده دوافع اقوى او اي حاجه ممكن ما تعرفش، ما في كره اتشطت في اول هاف تايم، في الهاف تايم وجت في رجل حد وبتغير مسارها، انت دخل فيك جولين الماتشين اللي فاتوا غصب عنك، خالد عبد الفتاح ومحمد عبد المنعم. الكره ما تتضمنش، وخاصة في مباريات الكؤوس أو في أي مباراة، لا يعني ما تنفعش. لأن أنت هقول لك على حاجة، لما تبقى كل كونتر أتاك بيوصل لك أنت وبتروح لحسين الشحات ويقدر يخش يجيب بيها جول، أو لو بهدوء شوية بتحرك سليم واحد تجيب في كل هجمة جول، وبعدين أنت ما تجيبش الجول وتلاقي الكورة ما بتوصلش. أنت كنت خايف من مقلب الكاس. أنا ما بحبش أقول الكمين بتاع الداخليه ممكن يحصل وما تلاقيش نفسك غير متعادل، وزماننا كنا بنلعب ده اكسترا تايم وبعدين نروح في ده. اللي عشان كده انا قلت لك اول هاف تايم، احنا الحمد لله ان احنا كسبنا اول هاف تايم، جبنا جول اطمنا على الاداء، دي بتريحك انت كلك، لدرجه ان هو عمل تغييرات زي ما هو عايز وحاسس ان الفرق اللي قدامه مش عامله له القلق الكبير قوي اللي هو قاعد على الخط بره يخاف كمان. أيوة. بل حاسس ان هو حتى لو حصل اي حاجه هو عنده لعيبته تقدر تروح تعزز الهدف، او ما بعد الهدف كان في هدف تاني، وقبل مزبوط. الهدف لما يجي التاني كان في 13 هدف ممكن يخش. عشان كده بقول لك الامور مش الطبيعيه في المباراه زي ما احنا على هوا لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني. فالف مبروك. وانا النهارده الحقيقه اللي عجبني في الحكايه كلها طبعا غير اسيست قفشه والجول اللي جابه رامي ربيعه. مش يعني كنا هنتكلم بعدين، لكن من الايجابيات اللي موجوده في الملعب كويس قوي النهارده رامي ربيعه النهارده، تحس ان انت في اماكن بتحاول تدور على حد مستقر دايما موجود فيها. فاعتقد النهارده ان ربيعه كان مشتاق يلعب عكس اللعيبه كلها عندها بتأدي واجب. النهارده لعيبه الاهلي بيأدوا واجب في الكاس مطلوب، يعني كان يتمنى ان الكاس يتاجل. ايوه عشان هم ياخدوا راحتهم والدنيا تبقى احسن باذن الله في الفتره اللي جايه. تركيز وذهن ونفسي وعضلات وكل حاجه، حاسس عضلاتهم عايزه تستريح كمان، اللعيبه عايزين يستريحوا زي اي حد بشر، يتهووا يروحوا ياخدوا اجازه في اي حته زي الناس كلها ما بتاخد. ومش هينفع الحاجتين يعني، مش هينفع تديه مسؤوليه فكل ده بيبقى ما هو برضه خلي بالك مرتبط خلي بالك برضه، ما انت برضه مش عايز تضحي ببطوله. انا فاهم، انا مش بقول لك ان هو يطلق اللعيبه، انما الحمل بتاع التمرين، الحمل بتاع الكوره، الحمل كل ده اللعيبه خلاص بقى عندها من الخبرات ازاي تتعامل، ولكن انا اساعدهم كمان ما يبقاش فيه بعد بكره تمرين بكره ده اكيد راح اللعيبه دي كلها استشفى بعد بكره يبقى استشفى تاني، واوديهم فريش مجهزهم لان خلاص فتح النفس والحاجات اللي احنا بنتكلم فيها كوره المصطلحات دي وكلام، اللاعب جاهز دلوقتي. مش عايز تقول مصطلحات النهارده بالانجليزي خالص. مش ال نسيا اديتك الليميتيشن بس انت ما خدتش. لا والله انا مشيتها عديتها يعني. يمكن في ظروف بتحصل فيها ده. انا عارف. فالنهارده كمجمل الحكايه زي ما احنا كمان واحنا بنتفرج كنا السيناريو جه على هوانا. الحمد لله. يعني زي ما احنا عايزين
المباراه عدت على خير، مفيش اي فصول بارده يعني، وعقبال الماتش الجاي باذن الله. اللي انا عايز اقولك على حاجه فيه، ما اتفرجت على ماتش مصر اللي فات الماتش اللي جاي بالنسبه لي، وانتم مش هتوافقوني طبعا، اسهل من الماتش ده. اسهل؟ انا متهيألي اصعب. لا اسهل. الماتش صريح هيبقى عايز يبقى موجود والكلام ده، مش هيلعب المصري بالنسبه لي بيلعب مفتوح، ما بيلعبش بالزون ديفنس او 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 بيبقى واثق في امكانياته، او مع مدرب جديد عايز يثبت قدام الاهلي ان هو طيب. عايز يعمل سمعه. انا بقى الحاجات دي اسهل لي. انا الجيم المفتوح ده انا بحبه. انا بتهيألي دي تصعب الامور شويه، تصعب الماتش الجاي. لا لا، انا بالنسبه لي لما فرقه بتلعبني ند كده ديد هيد بقى، ده عايز حلوه دي ديد هيد كده راس براس راس براس. فانا بحب الفرق اللي زي دي، اعرف العب معاهم كوره. اللاعب حتى هو جاي معلول، وهو جاي وكهرباء ممسوك والدنيا مقفله، لازم اعمل زياده عدديه معينه، لازم الفيزيكال فيتنس بتاعي يبقى مواكب. انما جيم مفتوح وزي الاخر 10 دقائق في او زي مباراه الداخليه كده في الاخر، اي باص ان بتوين تلاقي واحد رايح انت كم كوره النهارده اتشاطت في الماتش؟ وانا بتاع 10 على الاقل 10 من جميع اللعيبه، من جميع اللعيبه عندهم زي ما يكون تعليمات او هم حاسين ان هم في وضعيه تصوير. طيب ما انت بتاكد بقى ان الماتش النهارده كان سهل، الماتش اللي جاي هيبقى اصعب. لا ده ماتش، انا بقول لك الماتش اللي جاي انا بالنسبه لي اسهل من ماتش الداخليه. ده ملوش دعوه بتقييم الداخليه مع تقييم المصري، بس انا بقول لك الفرق اللي انا بلعبها بتلعبني جيم مفتوح وعايز تكسبني وعايزه تروح معايا بالنسبه لك انت اسهل. بالنسبه لي اسهل كتير قوي نوعيه لعيبه النادي الاهلي هنتكلم عليها عموما بس بعد ما نخلص الماتش ده ان شاء الله.